مستر مصطفى دلوقتي يا استاذ مصطفى، احنا سمعنا اخبار عن المطارات والمزايدات وموجوده، هل لو انا مش عارف ادير اجيب حد يعرف يدير؟ يفضل. هي دي بقى النقطه اللي احنا عايزين نتكلم يفضل. فيها. في دول كثيره جدا قامت بهذه الخطوات عادي. احنا الامارات في بدايتها اعتمدت على مطار هيثرو، يعني دي امر طبيعي، امر طبيعي، مفيش مشكله خالص اني اجيب مستثمر اجنبي يقوم باداره جهه ما داخل الدوله، وخصوصا انه الجهه ما هياش تمثل خطوره مثلا على الامن القومي او كذا او كذا، لا ده مطار صح. في النهايه هو بيستقبل سائحين وبيستقبل زائرين وبيطير منه برضه مواطنين، ففكره انه اجيب مستثمر اجنبي يدير لي المكان از او زي ما الكتاب بيقول وانا اتعلم منه حاجه زي كده، ده شيء مش ما هوش حاجه غلط، بالعكس. طيب انت شايف روشته الاصلاح الاقتصادي تمشي ازاي بعد تدفق المليارات دي، وشايف ايه اولويات الصرف الفتره اللي جايه، خصوصا ان احنا ما بين بضائع في المينا، مديونيات علينا لازم نسددها، التزامات اخرى في مشاريع قوميه لازم نبتدي نجري فيها الانشاءات. طيب هو مبدئيا احنا بنتكلم في بضائع في الموانئ، دي مشكله. ليه؟ لانه ببساطه شديده جدا البضائع دي عباره عن ايه؟ عباره عن مستلزمات انتاج بالاضافه الى منتجات تمت الصنع، تمام؟ فاذا نقصان دخولها الى البلاد هيؤدي الى حدوث نقص في المعروض. في السلع الاستراتيجيه الاساسيه. طبعا انا بتكلم، يعني انا دلوقتي بتكلم على السلع الاساسيه، مش بتكلم على السلع المستفزه زي ما بيتقال. بالظبط. فنقص هذه السلع هيؤدي الى حدوث مشكله في اسعارها، وبالتالي مشكله في معادلات التضخم، وبالتالي ده هيسمع على المواطن، والمواطن مش حمل زياده تاني اكتر من كده. فلا بد من التعامل مع هذا الملف على الاقل في السلع الاستراتيجيه المهمه، يعني تبقى متقسمه بطريقه تدريجيه بما لا يؤثر على حركة السوق في مصر، لأن في مصانع مثلا ممكن تكون متوقفة عن الإنتاج أو في تباطؤ في إنتاجها، فبالتالي ده هيؤثر بعد ذلك على دورة الحياة بالكامل. بالظبط. فده أمر لابد أن ينظر إليه بعين الاعتبار. خلي بال حضرتك إحنا كل ده بنتكلم زي ما تفضل برضو دكتور أحمد، إن إحنا بنتكلم على الشورت أو على المدى القصير. المدى القصير محتاجين نعالج بعض المشاكل، بس في نفس الوقت وي ار ان بروسيس ان احنا بنحل او بنبدا طريق جديد متوسط وطويل الاجل، ان يكون عندنا اقتصاد مستدام، اقتصاد قوي مستدام يتحمل صدمات. تمام. ففي الشورت تيرم زي ما ذكرت لحضرتك اولا بنتكلم في بضائع الموانئ، على الاقل السلع الهامه. الامر الثاني لو في اقساط ديون أو خدمة دين في هذه الفترة بيحل أجلها، لابد أن يقوم بسددها، عشان ده أمر غاية في الأهمية. ليه؟ لأن ده بيمس حالة الاستثمار داخل مصر أمام المستثمرين الأجانب. فكرة أن المستثمر الأجنبي بره أن أنت يحصلك مثلا تأخر في سداد قسط أو كذا، دي مشكلة ممكن تأثر علينا. أعتقد دلوقتي حان الأوان أن احنا نقوم ب سداد هذا الجزء. ثالث حاجة المشروعات القومية الهامة اللي هي المفترض يكون لها تأثير على الدخل. تمام. دي نقطة غاية في الأهمية. مثلا لو بصينا على الجزئية برضو اللي ذكرها الدكتور المشروعات اللوجستية الخاصة بقناة السويس. تمام. دي غاية في الأهمية. يعني لو بصينا على مينا جبل علي هو دخله الاساسي من ايه؟ لوجيستكس. فانت لازم تشتغل على الملف ده بقوه. انا هاخد من الكلام بتاع